مشاهدينا دلوقتي الساعة 8 صباحا، وده معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع من أهاب. اتفضل يا مير. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما دعا الرئيس السيسي كل المصريين للمشاركة بكثافة واختيار من يصلح. وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. تفضلوا استريحوا لو سمحتوا، تفضلوا. وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح. تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها. هذا وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024. جاء ذلك في نص رسالة الرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي، والتي أكد خلالها أيضا أنه بناء على ما تم إعلانه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، فقد تم تكليف المستشار محمود فوزي بأن يكون الممثل القانوني للحملة. شارك الآلاف من المواطنين في حفل تأييد الرئيس السيسي بمحافظات الجمهورية، حرصا منهم على تأكيد دعمهم لمصر ورئيسها. وأشاد المواطنون بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن الرئيس السيسي هو قائد مصر الحقيقي الذي استطاع أن يقود البلاد نحو التنمية والرخاء بعد سنوات من الاضطرابات، وهو الضمان الوحيد لاستقرار مصر ومستقبلها. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن إسرائيل شنت هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور. ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن القصف أسفر عن إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. أعلنت الخارجية الجزائرية أن النيجر قبلت رسميا المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لعودة النظام الدستوري في البلاد. وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن القبول بالمبادرة يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها. أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تمتلك أموالا لدعم أوكرانيا على المدى الطويل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جامبيار أن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي بمواصلة دعم كييف. كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف. وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدي لعنف العصابات. والقرار الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات. ونص القرار أيضا على تشكيل بعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني غير أممية لفترة أولية مدتها 12 شهرا. نهاية موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.